السيدات والسادة، لدي مقترح أشرف بطرحه بين أيديكم لتروا رأيكم فيه، وهو أن يخصص هذا العام عام 2018 ليكون عاماً للقدس الشريف. ليكون عاماً للقدس الشريف تعريفاً به ودعماً مادياً ومعنوياً للمقدسيين ونشاطاً ثقافياً وإعلامياً متواصلاً تتعهده المنظمات الرسمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدينية والجامعات العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.